تقلبها قصدي متجه، بعد ما تقلبها انت متجه، تقلب الفرسين دول متجه، بعد ما تقلبهم تحسب المومنت ما بينهم عادي جدا، مش فارقة، مفيش مشكلة. القانون بقى العادي بتاع الكابل اصلا في الاصل اللي هو المومنت بتاع الكابل بيساوي الارم اللي هو مثلا البرنديكولار ديستنس ما بين التو فورسز تضربها في فورس واحدة منهم. وده هنا ده بيكون هنا على اساس هنا ده بيكون الانجل ما بينهم، هنا بيكون الانجل 90 فساين 90 بواحد، عشان محدش يستغرب بس ويقول ان الكروس برودكت اصلا في الاصل لو احنا قلنا اي بي كروس الاف بتساوي اي بي في الاف في ساين السيتا. هنا السيتا اصلا ما بينهم اهي، السيتا هنا دي كده، السيتا بتساوي 90 وساين 90 بتساوي 1، يبقى دي خلاص بواحد، يبقى انت ساعتها حسبتها على اساس ان هي كده. فبتضرب هنا لو مديك هنا 50 بتضرب هنا في 15، فنقول مثلا ان هي 50 في 15 هتطلع لك بالناتج اللي هو مطلوب. بعديها هنا بقى نخش على شابتر 2. شابتر 2 اللي هو ايكويفالنت فورس كابل سيستم، او اللي هو نقل الفورسز او ترانسليشن بتاعت الفورسز من مكان لمكان. هنا مديني ده من اول، هنا بقى بيبتدي المنهج، بيبتدي فعلا اللي هو الحاجات الجديده غير الثانويه العامه. هنا مثلا بيكون مديني فورس، ادي هنا اول حاجه نبتدي من الفورسز الاصليه، مديني 3 فورس اف 1 واف 2 واف 3، كل دول متجمعين في بوينت واحده اللي هي ايه؟ بوينت ايه دي مجمعه الثلاثه فورس. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه بتجيب الريزلتنت بتاع التو فورسز، الثلاثه فورسز دول بتجمعهم مع بعضهم وتيجي الريزلتنت اللي هي محصله الثلاث قوات بتاع اللي هما مديهم لك. بعد ما انت تجيب محصله الثلاث قوات دول بتجيب المومنت بتاعت الريزلتنت حوالين النقطه ايه. انت كده بعد ما جبت مومنت الريزلتنت حوالين النقطه ايه، يبقى انت كده خلاص خلصت بالنسبه للبوينت ايه كل حاجه. حاجه جديده بقى اللي هو الجديده في الموضوع كله، لو قال لك احسب لي مثلا بيديك بوينت بي هنا، احسب لي بيقول لك ايه، حط لي فورس، او يقول لك ريديوس، او يقول لك ريبليس، او يقول لك ريبليس الريزلتنت، او ريديوس الريزلتنت، او فايند الريزلتنت. كل الكلام ده هيساوي الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. انا بيديك بوينت حوالين بي دي، بيقول لك ريديوس بقى الفورس دي وحط لي مكانها فورس بتساوي نفس الفورس اللي عند الايه بنفس الريزلتنت، بس هكون معاها كابل. الكابل ده مومنت، الكابل ده ده حاجه جديده جدا. احنا بنعمل ايه هنا؟ هتجيب المومنت حوالين البي، اول حاجه هتجيب المومنت من البي لغايه الفورس الاصليه. يعني مثلا يكون مديك البوينت بي هنا، هتجيب المومنت البي لغايه البوينت الاصليه اللي عليها الفورس. يكون هنا مديك بي، هتجيب المومنت بتاع البي بالنسبه للايه. يعني ايه؟ بمعنى احنا هنا مثلا مديك هنا، ادي فرصه هنا سهله جدا، الموضوع سهل. اول حاجه يكون مديك فرصه هنا ثواني بس يا واحده، هنا بيكون مديك مومنت بي بالنسبه للايه. دي اول حاله في ان انت ازاي تحسب الايكويفالنت فورس او سيستم، بتعمل المومنت بتاعت البي بالنسبه للبوينت اللي عليها الفورس. ده رقم واحد، ده رقم واحد اهم خطوه. الخطوه دي بتحسب اول حاجه المومنت بتاعت البي، البوينت اللي انت عايز تعمل عليها، اللي انت عايز تنقل الفورسز عليها، تجيب المومنت من عند النقطه دي لغايه البوينت الاصليه اللي عليها الفورس. تجيب المومنت من عند، بتجيب المومنت من عند النقطه الجديده لغايه البوينت عليها الفورس. بعد ما انت بتعمل كده بتجيب المومنت ما بين الفورسين دول. انت جبت المومنت دي، بعد ما انت خلصت كده بتجيب حاجه واحده بس، الريزلت. بتجمع الفورس دي، لو هي مثلا مديك كذا فورس، بتجمع الفرصة دي، تجمع الفرصات دي مع بعضيها، وانت كده خلاص تقول له هنا الريزلتنت بتعمل اكتنج جديد عند بي. بيكون بتحصل هنا الريزلتنت عند النقطة الجديدة دي، بيكون معاها هنا مومنت. المومنت هنا، المومنت ده اسمه ذراع العزم، على حسب بقى انت هنا بيكون اصل الحالة بتاعت الريزلتنت. يعني مثلا هنا الفورس هنا ماشية كده، هتلف لو احنا قلنا حوالين المومنت بي هنا نقطة بي، عايزين نحسب المومنت بتاعتها من النقطة بي لغاية النقطة ايه، فهتلف بالنيجاتيف. فانت ايه بتعمل ايه بقى؟ حركه حلوه جدا، انت خلاص جبت المومنت من البي لغايه الايه وجبت الريزلتنت، تقول له هنا المومنت هنا تروح انت عامل له شكل جديد بقى كده، اللي هو الشكل اللي بيعبر عن الايكويفالنت فورس كابل سيستم. انت عامل كده، قول مثلا ادي النقطه بي وادي النقطه ايه، انت خلاص عملت الشغل بتاعك. تقول له بقى هنا حطيت هنا الفورس الجديده اللي هي الار، وعامل له كده، ادي المومنت الكابل الجديد هيطلع لك بالنيجاتيف، وتحط الرقم اللي انت طلعته بتاعت البي، مومنت البي هتحطه بالنيجاتيف هنا وخلاص، وكده خلصت مسألتك. بعد ما انت حسبت وكل حاجه كده خلصت مسألتك، ومهم ايه مفيش اي مشاكل معاك. انت بقى لو العمليه دي بتتكرر يديك انفينيت فورسز، يديك عدد لا نهائي، براحته بقى يعيش. انت خلاص عرفت الليله، انت بتعمل اول حاجه تجيب المومنت من اول النقطه دي
النقطة الجديدة اللي عليها، اللي هو طالب ان انت عايز يحط لك عليها الفورسز، تجيب المومنت من النقطة دي لغاية النقطة اللي عليها الفورس، النقطة اللي عليها الفورس جبت المومنت اللي ما بينهم، وبعدين روح حاسب الريزلتنت اللي هو مديك عدد من الفورسز. لو مش مديك عدد من الفورسز، فرصة واحدة لو هي كانت بارلل، لو هي كانت مثلا مع بيرمنديكولار او هوريزونتال، انت خلاص انت كده خلصت الليلة، خدت راحتك كده، عملت اللي انت عايزه وخلاص كده خلصت المسألة. بعد كده هنا في حالات خاصة بقى، الحالات الخاصة دي اللي بتيجي عليها المسائل. هنا دلوقتي مديك هنا في شوية حاجات قبل الحالات الخاصة، بس هنا ال R أصلا ال resultant constant عند كل النقط. هنا مديك مثلا ادي هنا ال resultant بيكون عند النقطة A، هي هي عند النقطة B، هي هي عند النقطة C. ال R مثلا بيكون هنا بقى في حاجة كمان، ال resultant بتضربها في المومنت هي هي نفس الفاليو عند كل النقط، مالكش دعوة بقى انت مثلا ضربت ال resultant هنا عند النقطة ايه، ضربتها في المومنت بتاع الايه، هي هي ال resultant عند النقطة بي في المومنت بتاعت البي، هيطلع لك نفس الكمية، لان دي invariant quantities، كميات غير متغيرة اصلا في الاصل، ما بتتغيرش، مالكش دعوة بيها، هي هي نفس الكمية ثابتة، ما بتتغيرش نهائيا. في هنا بقى الحالات الخاصة اللي هي بيكون ال resultant في المومنت بتساوي زيرو، ودي في ثلاث حالات. أول حالة اللي هي ال resultant بتساوي زيرو والمومنت بتساوي زيرو، ودي حالة ال equilibrium، ودي هتطبق عليها شباتر إن شاء الله تبقى بتبتدي من شابتر 4 أو شابتر 3، مش متأكد أوي. ال resultant بتكون بتساوي زيرو والمومنت بتكون بتساوي زيرو، ودي هنا بتكون حالة ال equilibrium الاتزان، اللي هو الجسم بيكون متزن، يكون واقف عادي ما فيهوش اي مشكله. الحاله الثانيه لما يكون الدين الريزلتنت بزيرو والمومنت مش بزيرو، دي بتحصل امتى؟ هنا بيكون مديك مثلا وليكن هنا مديك هنا فورس ادي اف 1 ادي فورس تحت اف 2، الاثنين دول ليهم نفس الماجنتيود 50 و50 وعكس بعضهم في الدايركشن، يبقى الريزلتنت بتساوي 50 ناقص 50 بتساوي زيرو. هنا في حاجه بقى، جينا هنا واحنا هنا قلنا مثلا عايزين نحسب المومنت حوالين النقطه ايه، انت هتجيب المومنت بتاع مثلا ايه بالنسبه للاف 2 هتساوي 50، هتساوي 50 هنا كده، وهتضرب هنا 50 مضروبه في الارم ده، ودي هتساوي برضه، بس سيبك من هنا، ممكن ما يكونش هنا اصلا الفورس مش راكبين على بعضيهم، ممكن تكون يعني عشان تطلع لك صح الحاله دي ما يكونش هنا الفورس هنا مثلا، يكون الفورس هنا، ادي الاف 2 الريزلت انت بزيرو وخلاص انت كده ريحت نفسك. هنا الارم ده اقل من الارم ده، دي مثلا وليكن 3 ودي هتساوي 4، يبقى انا اول حاجه مومنت الايه هتساوي 3 في ال 50 هتساوي 150 في اتجاه البوست، في البوست مومنت الايه الثانيه هتساوي 50 في 4 هتساوي 9، هتساوي كام؟ ناقص 200. الاثنين دول هيديك المومنت حوالين ايه بكام؟ بناقص 50. يبقى انت هنا في الحاله دي كده خلاص انت خلصت. فين طلع لك بقى الحاله الجديده؟ ان الار دوت الام، كنت بقى هنا يكون الام مش بزيرو والار بزيرو، فانت هنا لما تيجي تضربهم في بعضيهم هيطلع لك بزيرو عشان ار بزيرو. اللي هنا ده بيكون هنا الحاله دي بيكون المومنت بتاع الكابل بيكون ايكوال ات اول بوينتس، بيكون المومنت بيكون تساوي بعضيهم عند كل النقط. الحاله الثالثه بقى اللي هي المهمه بتاعت السنجل فورس ريزلتنت اللي هي الجديدة بقى، هنا بيكون المومنت بزيرو في بعض النقط، وفي نفس الوقت الار مش بزيرو. في الحالة دي بيكون هنا البوينت اللي عليها المومنت بزيرو بيكون عليها اللاين اوف اكشن بتاع السنجل فورس ريزلتنت. السنجل فورس ريزلتنت دي اللي هي الفورس، بيكون هنا السنجل فورس ريزلتنت بيكون هي ليها ثلاث حالات. رقم واحد ان هي بيكون مثلا بارل كده، يكون هنا مديك كمية معينة من الفورسز مثلا في 3D، لو هو مديك كده ادي فورسين اهمت ادي فورسين، الريزلتنت بيكون بارلل مع الفورسز دي، ادي كده مديك هنا فورس كمان، ادي الفورسين بارلل مع بعضهم والريزلتنت بارلل مع واحدة من الفورسز براحتك، او يكونوا كوبلانر، يعني مديك اهو الفورسز كلها، بيكون مديك ادي سيستم او بلين معين من اكس واي بلين، يكون هنا الفورسز كلها في نفس البلين، هنا الريزلتنت بتكون معاهم في نفس البلين، السنجل ريزلتنت والسنجل فورس ريزلتنت بتكون معاهم في نفس البلين، بس هنا
بعمل ايه؟ بحسب الاول هنا في المساله دي، اللي هو مثلا مديك ادي فورسز معينه، بيكون مديك الاف 2 والاف 3 والاف 1 والاف 4 وكل حاجه. انت بتحسب الريزلتنت بتاعتهم الاول. بعد ما انت حسبت الريزلتنت بتقول ان دي هي السنجل فورس ريزلتنت، بتجيب بقى المومنت بتاعها اللي هو مديك نقطه، اللي هو مديك نقطه بتحسب المومنت بتاعها بالنسبه للنقطه، لو مش بيديك النقطه بتحسب المومنت بتاعها بالنسبه للاوريجن، وتجيب المومنت بتاعت الريزلتنت قبل ما تكون قبل ما يكون قبل ما يكون سنجل فورس ريزلتنت. بمعنى اشرح على اسئله احسن عشان تبان. بيكون هنا مثلا، هنا مديني هنا كميه معينه من الفورسز، بيكون هنا الفورس دي 40 نيوتن، دي اكزامبل رقم 10 في الكتاب، وادي فورس 40 نيوتن، وادي هنا 80 نيوتن، وهنا 80 نيوتن، وهنا 20، وهنا 20. هنا اول حاجه بحسب الريزلتنت بتاع الفورسز او محصله القوه، ادي هنا ادي 20 و20، يكون هنا بجمع هنا 20 زائد 20 و80 ساين 45، دي بعمل لها ريزوليوشن كده، ادي هنا فوق 80 ساين 45، وادي هنا كده دي 80 كوزاين 45، وادي فوق هنا 80 ساين 45، وهنا برضو نفس الكلام 80 كوزاين 45. هنا بيكون مديني الفورس دي كلها، بجمع الفورسز مع بعضيها، 20 زائد 20 زائد 80 ساين 45 زائد 80 ساين 45، هنا ادتني كده محصلة الواي اكسس بتاعت محصلة الار واي، الاكس الار اكس بعمل 40 زائد 40 ناقص 80 كوزاين 45، 80 كوزاين 45 كده خلاص طلعت الريزلت. بعد ما طلعت الريزلتنت هنا بحسب المومنت بتاع الريزلتنت حوالين البوينت اللي هي الاوريجن اللي هي سي، هنا مديني البوينت الاوريجن سماها سي بدل الاو. بحسب المومنت بتاعت الريزلتنت حوالين السي في الاصل بتاع الاوريجن سيستم، اللي هو السيستم في الاصل خالص قبل ما نعمل اي حاجه. هنا حسبنا المومنت بتاعت الريزلتنت حوالين السي. بعد ما انت عملت كده بتعمل حاجه جديده بقى خالص، بتقول ان السنجل فورس ريزلتنت اللي هي الار بتساوي ار واي ار اكس اي بقت ار واي جي، ده هنا عشان في ال2 دي، لو هي في ال3 دي هتبقى هنا ار زد كي. هنا خلاص طلعت هنا الار، بتقول بقى هنا ايه، بترسم بقى كده حاجه جديده خالص، وليكن اهو ادي واي وادي اكس، تيجي هنا مديك هنا نقطه، روح عامل هنا كده ادي الار. تفرض ان الار الار بتبعد مساحه دي اكس عن النقطه الاوريجين، بتبعد مساحه دي واي عن الاوريجين. هنا المساحه دي اكس دي هنعمل ايه بقى؟ احنا هنجيب المومنت بتاعت الار بالنسبه للسي، بالنسبه للنقطه دي، عشان نجيب احداثيات اصلا النقطه اللي عليها السنجل فورس ريزلتنت. النقطه اللي عليها السنجل فورس ريزلتنت دي بتكون على البلين. احنا بنحددها ازاي؟ بنقول بنجيب المومنت بتاع السيستم بتاع الاوريجين في الاوريجينال سيستم، نضربه في المومنت بتاعت الاوريجين في السنجل فورس ريزلت. ده القانون اللي احنا بنتعامل بيه كل حاجه، اهو قانون اهو، مومنت الاوريجين بتاعت الاوريجينال سيستم بنضربه في المومنت الاوريجين بتاعت السنجل فورس ريزلت. قلنا فرضنا ان هي بتبعد نقطه دي اكس، فبنضرب المومنت الاوريجين بتاع الاوريجينال سيستم، طلعت انا 27.1 مومنت الاوريجين بتاعت السنجل فورس ريزلتنت. بنعمل ايه بقى؟ دي حاجه تانية خالص. اول حاجه بتاخد من هنا اللي هو مثلا عايز تحسب الدي اكس اللي هي بتبعد مسافه كامل ريزلتنت سنجل فورس على الاكس اكسس، بتعمل ايه؟ بتضرب الكومبوننت اللي هو الار واي، بتضرب هنا الكومبوننت اللي هو الار واي في الدي اكس. ده بالنسبه في حاله لو انت عايز تحسب اللي هو بتبعد قد ايه عن الاكس اكسس. لو انت عايز تحسب بتبعد قد ايه عن الواي اكسس، بتضرب الار اكس في الدي واي، وهنا برضه بتساويها هنا في الحالتين اصلا بتساويها بالمومنت بتاعت المومنت بتاع الاوريجينال سيستم. انت خلاص عملت كده. هنا دي الحاله دي لو انت مش عايز تحفظها تحاول تستفتيجها، ان انت لو هو عايز تجيب المومنت بتاع، لو انت عايز تجيب المساحه اللي هي الدي اكس بتضربها بتعمل ايه؟ بتساوي المومنت بتاع الاوريجينال سيستم اللي هو في الاصل، تضربه فين؟ تساويه في الار واي. الار واي مثلا ايه؟ دي الار واي 153.14، فهتضربها فين؟ في الدي اكس. الدي اكس دي المجهوله انت عايز تحسبها، فروح طلعت الدي اكس. بعد ما انت طلعت الدي اكس عايز تطلع الدي واي، تعمل العكس. الدي واي هنا انت عايز تعمل العكس، فهنا هتساوي الار اكس في الدي واي. ادي الار اكس، الار اكس ب 33.14، هتضربه في الدي واي، يبقى انت كده طلعت الدي واي خلاص. في هنا بقى عايزين نطلع الايكويشن بتاعت الستريت لاين اللي بتشتغل عليه السنجل فورس ريزلتنت. الايكويشن بتاعت الستريت لاين دي الواي بتساوي ام اكس بلس سي.
ال M بتساوي ال R Y على ال R X. ال M بتساوي ال R Y على ال R X. ال M بتساوي ال R Y على ال R X. ال C D بتساوي لو هي هنا في ال 2 دي بتساوي الانترسبتد بارت بتاعت ال Y X. في 3 دي بتساوي دي زد. في 3 دي بتساوي كومبوننت بتاعت تساوي المساحه بتاعت الريزلتنت بالنسبه للزد اكسس. يبقى هنا السي دي هنا في 2 دي بتساوي الانترسبتد بارت بتاعت الواي اكسس اللي هي الدي واي. بتحسب بقى هي بتبعد مسافه قد ايه. يعني هي مثلا لو هنا الدي واي طلعت بالنيجاتيف هنا طلعت الدي واي ب 0.81 متر صح. هنا بيكون هنا الفورس بتلف بالنيجاتيف فهنا هتتقلب هنا السي دي بالنيجاتيف. لو المومنت بتاعت الفورس بتلف بالبوزيتيف من هتحل من هتلاقي العلامه دي قلبت بوزيتيف. يبقى احنا تاني عشان الحته دي مهمه هنا دلوقتي المومنت هنا بتساوي ار واي على الام دي اللي هي دي اللي هو السلوب بتاع اللاين هتساوي ار واي على ار اكس. السي دي دي الانترسبتد بارت بتاعت الواي اكس اللي هي ايه الدي واي. لو هو هنا مثلا طلع الدي واي على طول بتطلع كميه بوزيتيف لازما على طول ما فيش مسافه بتطلع بكميه نيجاتيف. انت عايز تجيب الدي واي انت عندك مديك الفرصه اهي مومنت بالنسبه للنقطه بتاعت الاوريجين اللي هي السي هتلف بالنيجاتيف فهنا المومنت بالنيجاتيف فهنا هتحط نيجاتيف. لو هي بتلف بالبوزيتيف هتحط هنا بوزيتيف كده خلاص. بالنسبه لو هو في 3 دي في 3 دي حاله تانية خالص. في 3 دي اللي هو السي دي بتساوي على طول بتحسب المسافه ما بين الريزلتنت والزد اكسس اللي هي بيربنديكولار ديستانس او اللي هي المسافه اللي هي الار زد تحسبها اللي هي الدي زد قصدي معلش انا اسف اللي هي الدي زد هي دي المساحه. هنا بقى قانون الاصل بقى خالص او انت بقى يا عم سيبك من الكلام ده كله انت خلاص بقى جت معاك ان انت مش عارف تفهمها ان هي مش عارف تجيب اللي هي دي اللي هي السي فرقت معاك. هجيب بقى من القانون خالص اللي هو الواي بدل ما هي الواي بتساوي ام اكس بلس سي الواي اصلا في الاصل بتساوي ام اكس بلس سي. الام طبعا عرفنا ان هي بتساوي الار واي على الار اكس. السي بقى هتساوي ام الاوريجين على الار اكس. السي بتساوي ام الاوريجين على الار اكس. مومنت الاوريجين بتاع ايه بتاع السنجل فورس ريزلت هتاخد المومنت الاوريجين بتاع السنجل فورس ريزلت اللي انت حسبته ده اللي هو اصلا في الاصل اللي هو بيساوي مومنت الاوريجين بتاع الاوريجين سيستم اللي هو في الاصل انت جبته خلاص جبت المومنت في الاول خالص تاخد المومنت ده بتقسمه على الار اكس انت كده خلاص طلعت السي. لو انت مش عايز تفهمها بالكلام اللي انا قلته ده كده خلاص خلصنا الكلام ده. وهنا بقى في حاجه كمان الدي اكس بتساوي مومنت الاوريجين بتاع الاوريجين سيستم على الار واي والدي واي بتساوي ام مومنت الاوريجين بتاع الاوريجين سيستم على الار اكس. دي كده شويه قوانين دي مهمه جدا لما تيجي تحسبها تيجي تحسب اي حاجه في السنجل فورس ريزلت. بعد كده هكمل هنا دلوقتي مسائل بقى في كتاب الاستاتيكس نفسه. اول حاجه مساله رقم 7 بيجي 50 هنا مديني هنا اول حاجه مديني هنا الفورسين بي 1 وبي 2 بيقول لي احسب الفورس عند الاي بيكون معاها كابل الاثنين بيعملوا نفس السيستم اللي هو اللي بيعمله البي 1 والبي 2. انا هنا دلوقتي انا فكرت في حاجه ثانيه خالص في الاول فكرت ان هي ايكويفالنت فورس كابل سيستم طلع الكلام ده غلط. فهنا انا حليتها على اساس الاول ان هي ايكويفالنت فورس كابل سيستم فعملت عليها مساله ثانيه اللي هي ايكويفالنت فورس كابل سيستم طلع لي هنا حلين. اول حاجه بالنسبه للهوايه احنا حسبناها على اساس ان هي ايكويفالنت فورس كابل سيستم ودي مش الحل اللي هو بالظبط اللي هو مش ده الحل الصح لو انا بس انا يعني افترضت عليها مساله ثانيه. هنا مثلا احسب عليها الايكويفالنت فورس كابل سيستم اول حاجه بقول ان الريزلتنت بتساوي بي 1 زائد بي 2 وانا افترضت هنا ان البي 1 بتساوي 0 وبي 0. ليه قلت بي 0 وبي 0؟ اول حاجه انت عندك هنا ادي الفورس اهي بي 1 بارلل مع الواي اكسس معنى كده ان هي ايه عندك الاكس بزيرو والواي والزد بزيرو. الاكس بزيرو والزد بزيرو يبقى هنا عندك هنا اللي ليها كومبوننت واحد اللي هو الواي يبقى عندك هنا البي 1 بتساوي 0 بي 0. البي 2 بارلل مع الزد اكسس يبقى هنا عندك اول حاجه الاكس بزيرو والواي بزيرو. ليه؟ هنا اول حاجه ما دام الاكس بزيرو والواي بزيرو عشان هي بارلل زي ما كنا عارفين بقى في 2 دي ان هي لو هي عندك فورس بارلل مع الاكس اكسس يبقى الاكس بزيرو لو عندك فورس بارلل مع الواي اكسس يبقى الواي بزيرو. فهنا هتبقى هنا 0 و 0 و سي. انا افترضت الاثنين كده بجمع الاثنين مع بعضهم عشان اجيب الريزلتنت ده لان الريزلتنت بتساوي 0 و بي و سي. قلت هنا بقى الريزلتنت هتساوي بي جي زائد سي كي. هنا بقى هحسب مومنت الريزلتنت حوالين النقطه. اول حاجه هحسب مومنت الاي
مومنت الاي بالنسبه للسي اللي هو انا اصلا المفروض مومنت اي ويز ريسبكت تو سي. مومنت اي ويز ريسبكت تو سي هتساوي الار بتاعه الاي سي دي كده مضروبه في الفورس اللي هي بي 2 هتساوي اي جي كي. وعملنا محدده طبعا هنا اصلا حسبنا الكلام ده هنا طلع لنا بوينت اي اصلا مشينا هنا على الاكس باي ومشينا على الواي باي وما طلعناش ولا في وما فيش زد خالص وهنا الزد بصير وبوينت سي مشينا على الاكس باي وطلعنا الزد باي وما فيش واي وهنا تبقى اي وزيرو اي. فعملت ان اصلا الار اي سي هتساوي الاي ماي هتساوي السي ماينس الاي هتساوي اي ماينس اي بزيرو وزيرو ماينس اي بنيجاتيف اي واي ماينس زيرو اي. وهنا طبعا عندك الفورس 00 سي طلع لي هنا في الاخر ان المومنت دي هنا هتساوي ماينس اي سي اي. حسبت بقى المومنت بتاعت الاي بالنسبه للاي كمان ليه هنا اصلا لو انا عايز احسب سنجل فورس ريزلتنت المفروض بنقل الفورس من المكان بتاعها للمكان الجديد بمومنت. فانا هنا نقلت الفورس دي بالمكان الجديد بتاعها انا افترضته ان هي او انا افترضت ان نقلت الفورسين دول بفورس واحده ما نقلتش الفورسين الاثنين مع بعضهم لا انا جمعتهم مع بعضهم وقلت ان هي هتساوي المحصله بتاعتهم ان هي طبعا تو فورسز في السبيس المحصله بتاعتهم بتساويهم. فهنا قلت هنا بقى انا جمعتهم مع بعضهم وخليت المحصله بتاعتهم. فهتلاحظ دلوقتي ان انا بعد ما انا جبت المومنت كمان بتاعت الاي بالنسبه للاي انا قلت